سم. كنا مسافرين الجيزان نجران تحت، وكنا جايين بالطيارة ونرجع بالطيارة، وكان كنا نبي نروح للشعيب ذاك اللي فيه ماء، وش اسمه اللي تحت، وش اسمه؟ لجب، وادي لجب. وعشان ننزل من أبها وننزل له يبغى له يمكن ساعتين، وحنا طاقين اللوكيشن يوصلنا 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 يوصلنا، باقي على الرحلة يمكن 4 ساعات أو 5 ساعات. يوم وصلنا مدخال الشعيب وقفنا، يقوم الأمير معنا، الأمير يسأل الشباب وما يدله أصلا، قال كم باقي؟ قلنا هذا مدخل الشعيب ندخل الآن، قال الآن ما عاد يمدينا، قلنا باقي 5 ساعات ما هي، قال ارجعوا ابن الحلال هذا الوادي قدامنا، وكل المجموعة اللي في السيارة احنا 6 نقنع الأمير نبغى ندخل يا رجال كيلو واحد ونشوف الوادي، قال لا أبد لا يمكن والله. قلنا ما أنت الأمير وشكرا رجعنا، اللي هو المشرف على الرحلة، اللي المشرف على الرحلة ومأمرينه وأميرنا. حلو. قلنا شكرا والله الأمير، قال نرجع نرجع والله راجع وهو زعلان، وحنا كلنا الله يهديه الله يهديه الله يهديه، وحنا راجعين يوم بقي ساعة ونص أو ساعتين وينفقع الكفر علينا حق السيارة، الآن سيارة أجار ونبي نسلمها وكفرها خربان، ثم نولع الاي بي اس، يعني صار عندنا 4 مشاكل الحين. يوم يلتفت علينا الأمير قال ما قلت لكم؟ صح، يعني لازم نمشي قبل بالوقت بالتحديد، لازم يصير فيه احتياط ونروح نصلح الكفر. ثم الحسن حظ صار راعي البنشر يعرف الاسلاك وصلح لنا وطفت اللمبه، ويوم جينا قبل ما نصل المطار ونرجع السياره، باقي على الرحله 1.5 ساعة فقط. كان بتفوتكم الرحله، كانت بتفوتنا الرحله بالطيران، ستة مي بسهله، اي وستة اشخاص. سبحان الله، يعني الشاهد من القصه زي ما قلت انت يا ابو عبد الرحمن، اذا ولي احد، اذا حطيت امير لك اسمع له واطع، حتى لو انت تشوف شيء ما يشوفه هو. الحديث يا ابو محمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، وإنما يجعل الأمير في الرحلة من أجل يعني قطع الخلاف، الخلاف بين المتواجدين، وكذلك سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ترى وطاعته من طاعة الله عز وجل ومن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. جميل. أبو عبد الله كذلك عنده